بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا ومرحبا بكم على قناتكم مصادر الحياه. والنهارده بنعرض بعض المنتجات الشتويه الهامه وباسعار في متناول الجميع. بنبدا بالدفايه الحريمي او البناتي من تلبس 3 سنوات. الدفايه دي بتعمل 35 جنيه اسعار جمله، ومعانا كمان الدفايه مقاس 5 مقاس 3، والدفاية دي بتلبس لحد 4 سنين ب40 جنيه. معانا كمان الدفاية مقاس 3 بتلبس لحد 5 سنين ب45 جنيه، ومعانا الدفاية كمان رقم 5 او مقاس 5، والدفاية دي زي ما انتم شايفين كده بتلبس لحد 6 سنين، وكلها قطيفة هايدي بأجنبي كويس، وتمنها 55 جنيه. معانا كمان السويتشير الأولاد والسويتشير الرجالي الجامبو. سويتشير أولاد بسعر جميل جدا كويس، يلب بس لحد 7 سنين ب50 جنيه، وفيه الوان. معانا كمان السويتشيرت الجامبو يلبس 80 و90 كيلو بسعر 80 جنيه، قطيفة ميلتون مبطنة من الداخل. ومعانا كمان الموديل ده بيلبس نفس الاحجام 70 و75 كيلو بكابتشو، والقطيفة او الميلتون بتاعه تقيل موبر كويس، وتشكيلة كبيرة من الدفايات الحريمي أمشة أو قماش مكستر ب55 جنيه و50 جنيه، ومعانا تشكيلة أيضا من الترنجات الأولاد بتبدأ من سعر 55 جنيه تلبس لحد 3 سنوات إلى سن 12 سنة ثمنه 85 جنيه، أسعار جميلة جدا وما تتكررش. الاتصال هسيبهولك أسفل الفيديو، وأي طلبات احنا تحت أمرك، وإن شاء الله بنتابعنا وبنجيب حاجات جميلة جدا وأسعار مرتاحة جدا وأسعار خيالية. هوريك دلوقتي على سبيل المثال التيشيرت الأولاد أو التيشيرت الشبابي والرجالي بكم، تتدفى تحت اي هدوم معاك. ها التيشيرت ده جملته اللي عايز قطعة 30 جنيه، اللي عايز جملة ب25 جنيه، وفيه الوانه برضو كتيرة جدا. معانا تشكيلة الترنجات الاولاد، والترنجات الاولاد معانا النهاردة زي ما انت شايف في البوستر كده، ده ترنج مقاس 2، ده أول مقاس في الترنجات معانا. الترنج ده بيلبس لحد 2 سنين، ميلتون تقيل جدا، ده السترة ودي البنطلون بتاعه. بيبدأ سعرنا في الترنج من 55 جنيه جملة، وبيزيد 5 جنيه للقطاعي في ألوان وأشكال. وده الترنج آخر مقاس 6، هذا الترنج بيلبس لحد 4 سنين و5 سنين، سعره 70 جنيه. ومعانا كمان الترنج مقاس 4 مقاس 4 65 جنيه، كله بكابتشينو، خامة ميلتون تقيلة، ده البنطلون بتاعه. وتشكيلة كبيرة جدا من الملابس في متناول الجميع، لأن هدفنا هو محاربة الغلاء. ده كان فيديو بعرضه لك من قناتنا أو من متجرنا شمس التسوق على قناتنا مصادر الحياة. أتمنى أنه ينال إعجابكم، وإلى أن ألقاكم في فيديو آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.